بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النموذج الخامس من نماذج الشموع اليابانية. هذا النموذج يسمى الهجوم المضاد أو كونتر أتاك، وهو نمط يقوم به إما الثيران عندما يكون اتجاه الأسعار هابطاً، أو الدببة عندما يكون اتجاه الأسعار صاعداً. أولاً هجوم الثيران المضاد بولش كونتر أتاك بعد شمعة حمراء يفتح السوق بسعر يقل كثيراً عن سعر إغلاق الشمعة السابقة، إلا أنه يصعد بقوة خلال التعامل ليغلق عند سعر الإغلاق للشمعة السابقة. وهو ما يعني أن الثيران أخذت زمام المبادرة وقامت بالهجوم المضاد ضد البائعين الذين لاذوا بالفرار وتركوا الساحة للمشترين. ثانيا هجوم الدببة المضاد بيرش كونتر أتاك بعد شمعة خضراء يفتح السوق بسعر يعلو كثيرا عن سعر إغلاق الشمعة السابقة، إلا أنه يهبط بشدة خلال التعامل ليغلق عند سعر الإغلاق السابق. وهو ما يعني أن الدببة البائعين أخذت زمام المبادرة وقامت بالهجوم المضاد ضد المشترين الذين انسحبوا من السوق وتركوا الساحة للبائعين. أما عن كيفية التداول بهذا النموذج فهذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي لسوق الفوركس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.